السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا احنا عندنا الدنيا هون شتوية، هذه عندي هون الباك يارد، يعني جنينة ورا البيت، هي هون بقدونس كله ما شاء الله، اللهم صل على محمد. بدي اقطف ان شاء الله بقدونس اليوم ومن الحج ان شاء الله، تعمل صحن تبولة ان شاء الله بإذن الله. هذا اليارد عندي، اليارد هذا ما شاء الله. هلا الدنيا الشتوية طبعا، هي مندرين، هي سرية مندرين، هيدي هذه اخرها تقريبا، هي شجرة ليمون، بسموه ليمون حمض، هي ما شاء الله، اللهم صل على النبي محمد. ان شاء الله بيعجبكم هالفيديو، ان شاء الله على المزيد اذا الله اراد ان شاء الله باذنه تعالى ان شاء الله رب العالمين. هي اللي عندي اليارد، هيك اليارد هذا اللي تحت البافين، هذا مثل من فترة أنا عملته على إيدي، من قبل هذا كان دنيا شتوية وأرض موحلة، بظبطته على إيدي ما شاء الله ما شاء الله. هلا هندي هون، هذا هون كله هون نعناع، بسم الله وما شاء الله، الله أكبر، بسم الله وما شاء الله. عندي هاي السينة، عندي قطط اللي هون، عندي هون سمو لوريكيت. السلام عليكم، السلام عليكم. روكي روكي دانس 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 روكي دانس دانس. عندي هون البادجيز، جوا البادجيز، بادجيز كله هون، بادجيز ما شاء الله ما شاء الله. هاي القطط هون اللي هون، هيك هلا بدي على الرول، بدي بلش بحوش بقدونس ان شاء الله، ان شاء الله العرق ما شاء الله، مشاهي القلب ما شاء الله. هي حطهم هون كلهم اذا الله راد ان شاء الله. هي هون ها حوش هيك ما شاء الله، هذا هون كله بقدونس ما شاء الله. كان هلا انتقلت على قسم التنين بقدونس كمان، وهي عندي الحبة بسموه ريحان بالعربي بسموه، شقطف لي شوي اذا الله راد. هلا ان شاء الله نعمل كمان صحن كبة وما شوي اليوم اذا الله راد باذن الله. هي هون قطف هيك بقدونس ما شاء الله، اللهم صل على النبي محمد. اي بقدونس هون ما شاء الله ما شاء الله. كان هذا هون بالارض هون كله هنا نعناع ما شاء الله، على ما شاء الله ممدود مد ما شاء الله، الله اكبر. كان بدي حوش لي شوية نعناع من هون هيك، نعناع اذا الله رد حوش شوية. هي النعناع اذا الله، بس الراس، الراس عند التربون بسموه، هذا هو. هلا القسم الثاني هذا بسموه زوبع بالعربي، مثل الزعتر يعني، الزعتر هذا حوشت شويه. هي اذا الله راد ان شاء الله بيعجبكم هالفيديو، لا تنسوا الاشتراك واللايك وتعليقات سمحتوا. هلا هون الريحان، شجره كبيره ما شاء الله، الله اكبر. عندي كذا وحده، اطب شوية هلا لصحن الكبة اذا الله راد ان شاء الله باذنه تعالى. لك كله طري ما شاء الله، بشهم القلب ما شاء الله، اللهم صل على النبي محمد. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. هذا القسم الثاني هون انا زارع هون كمان بقدونس، هذا كله هذا بقدونس ما شاء الله، اللهم صل على النبي كامل النور، كله هذا بقدونس، هذا كله بقدونس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كله هذا بقدونس ما شاء الله ما شاء الله. هلا الدنيا شتوية، هلا زرع شوية فول، فول أخضر هذا هو، هذا فول أخضر ما شاء الله. كان اللهم صل على النبي محمد، الله أكبر، كله هذا هيك تقريبا. الدنيا هلا برد عندنا شتوية، بس كله ما بتميز على رود. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك سمحتوا، وكل عام وانتم بخير، نعود اليوم بصحة والسلامة.